السلام عليكم. الجيش الملكي الزعيم التيكي تاكا او لمسه لاماسيا، غوارديولا يبعث من جديد داخل فريق الجيش الملكي. الامر يتعلق بكارلوس الوس فيرير ابن برشلونه، هل هو فعلا صاحب هذا التغيير الكبير اللي طرأ على فريق الجيش الملكي؟ إذا نعرفه جميعا وهي أن تغيير المدربين على مستوى العالم دائما ما يجيب هذه النتائج هو الديكليك. أنا هنا أتحدث عن ما الذي حدث داخل فريق الجيش الملكي، ما كتهمنيش النتائج، اللي كيهمني بشكل كبير هو الطريقة اللي ولاو كيلعبوا بها اللاعبين، اللمسة ديال المدرب كارلوس ألوس. عديد العناصر كلها جاب محمد فخير، ولكن محمد معاوي ديال الجيش مع ألوس ماشي هو معاوي ديال الجيش مع فخير. اللاعب بالمعلم اللي كان عليه نقاش كبير يثبت بأنه واحد من أفضل الصفقات ديال الجيش محور الدفاع. الموسوي لعب فلاريرغوش. الشيبي واحد من أفضل الممررين ديال البطولة، ظاهر الأيمن. الحضور ديال القوي للاعب طونغارا اللي كان من العناصر القديمة ديال الموسم المنصرم، وأيضا شفنا الدخول ديال الصفصافي ومحمد كمال، وهادو عناصر اللي ما كانتش عندهم المكانة ديالهم. ألوس ذكي، لعب على الوتر ديال اللاعبين اللي كانوا مبعدين في الفترة السابقة، خلق أجواء من الحماس، وأيضا اللاعبين ولاو كيحسوا براسهم متحررين نسبيا من الفترة السابقة. هذا ما كان ينقص الجيش. الجيش شفنا الطريقة باش انفجر وباش تغير الأداء ديالو شكلا ومضمونا، أصبح أكثر استحواذ على الكرة. كيقولوا حسنية أكادير واحد من أفضل الفرق اللي كتلعب الكرة، ولكن شفنا كيفاش روض فريق الجيش داخل الملعب ديالها. بكل تأكيد هناك لمسة للمدرب، ولكن ألوس ذكي جدا، ممتص تبعات تراكمات أو السموم اللي كانت في المرحلة السابقة، ولعب على العامل السيكولوجي اللي خلى اللاعبين ديال الجيش ينفجروا. إذا شفتوا المباريات ديال الجيش، شوفوا الطريقة باش كيفرحوا اللاعبين، الطريقة باش كيتعانقوا في لو بون دو توش، الطريقة باش كيتوحد الستاف مع الجماهير مع اللاعبين، تعرفوا بأن شيء ما كان ينقص فريق الجيش، واللحمة رجعت والزعيم عاد بقوة. لذلك أقول أن غوارديولا كما صار يلقب داخل قلعة فريق الجيش الملكي، الناس ما تعجبهمش هذا الوصف، ولكن هذا هو الاسم ديالو، المسمى ديالو اللي كيدفعوا به باش يحفزوه، كارلوس ألوس. الجيش والعودة ديال الجيش للصراع ممكن لا إلا تكون إيجابية. مباراة قوية الأسبوع المقبل، الجيش لو يفوز بها المباراة الرابعة التوالي أمام فريق الرجاء سيخطو خطوة كبيرة ليكون أحد فرسان الكرة المغربية الموسم المقبل في عصبة الأبطال. كل شيء وارد، الريمونتادا العسكرية، الريمونتادا الزعيم لا يمكنها إلا أن تكون في صالح البطولة الوطنية. فهل يفعلها الجيش ويعود لعصبة الأبطال؟ أول فريق كان فاز بدوري أبطال إفريقيا 1985 هو فريق الجيش الملكي. لا يسعنا إلا أن نعبر عن سعادتنا وسرورنا لهذه العودة الموفقة لواحد من الفرق اللي عندما كان متميزة في الكرة المغربية.